النهاردة عن أنواع القروض أو البطاقات البنكية طرق استخدامها. أول نوع هو بطاقة الخصم المباشر، وهي بطاقة إلكترونية بلاستيكية صادرة من البنوك مرتبطة بحساب جاري أو توفير، بنستخدمها في عمليات الدفع والشراء والسحب النقدي، ويتم خصم قيمة السحب أو المدفوعات من الرصيد الموجود في الحساب. تاني نوع بقى هو البطاقة الائتمانية، وهي بطاقة إلكترونية بلاستيكية صادرة من البنوك، وبنستخدمها في عمليات الدفع والشراء والسحب النقدي عن طريق الدين، ويكون ليها حد ائتماني محدد. البطاقات دي بتدينا فرصة اننا نستخدمها في الشراء من غير ما يكون معانا رصيد كافي في البنك، يعني كأننا بنستلف من البنك هو اللي بيدفع واحنا نسدده. تابعوا باقي الحلقات في اسبوع المال العالمي Global Money Week لمعلومات مالية مفيدة. باي.